مساء الخير. انطوت صفحة العام على خلافات وسجالات سياسية تكاد تصل حد الانفجار، وفيما الأنظار متجهة نحو حل عقدة المحكمة الدولية سعيا نحو الانفراج، تبدو ملفات الفساد أكثر تعقيدا من قدرة أحد على حلها. في جردة الحساب نرى أن المطالبة بالمساءلة والمحاسبة لا تغدو كونها آنية مرحلية أو انتقائية، فأين الإصلاح؟ من يحاسب من؟ سلطة ومعارضة يتقاسمان الحكم النفوذ، وتتقاسمان حتى إذا صح التعبير المغانم. مستندات وملفات مالية خطيرة كشفها برنامج الفساد على مدى 6 أعوام، وها هو البرنامج يدخل عامه السابع، وكانت بدأت ملفات فساد العام الماضي بتسليط الضوء على تجاوزات وصفقات في دار الفتوى، في البلديات، في كازينو لبنان، في محافظة الشمال، في عقود سكلين وغيرها، في مغارة جعيتة، فساد في أكثر من مكان ينتمي إلى فريقين سياسيين. سلط البرنامج الفساد الضوء عليه في الهيئة العليا للإغاثة، في المديرية العامة لوزارة الثقافة، في تلزيمات مشبوهة لسدود المياه، في وزارة الزراعة، في صندوق الضمان الاجتماعي، في سباق الخيل، وأماكن أخرى أمنية وقضائية، حيث الظلم والتدخلات والتفرقة بالمعاملة بين الناس. هناك في سجن رومية إهمال كبير بحق الإنسان، وفي المخافر والمراكز الأمنية تفصل التحقيقات على قياس المصالح وعلى قدر الوساطات والرشوات. من كذب لنا خبر في العام الماضي؟ نسأل، من كذب لنا خبر؟ من حقق في أخبارنا، في أخبار حلقة من برنامج الفساد؟ من حول أو طلب تحويل حلقة من برنامج الفساد إلى إخبار أو إلى سؤال؟ صحيح قد نكون حققنا بعض الإنجازات في البرنامج على مستويات محدودة، وسوف نكشف عن هذه الإنجازات في حلقة خاصة، ولكن هل هذا هو الحل فقط؟ من يتابع قضايا برنامج الفساد وقضايا الفساد في لبنان، ومن يطالب بالتحقيق في مضمونها؟ الليلة نستضيف وزير السياحة معالي الوزير فادي عبود، هو يمثل التيار الوطني الحر في الحكومة، ولو أنه لا ينتمي سياسيا إلى التيار، أتى من عالم الصناعة بنجاح أسس له مكانته في المجتمع المدني وفي الشأن العام، لا سيما على صعيد جمعية الصناعيين التي كان يرأسها. لكننا سنسأل الوزير الإصلاحي، وهو وزير إصلاحي، أين الإصلاح والتغيير؟ وإلى متى ينتظر المواطن ويجدد الولاء لمن يقدم له الوعود؟ وهل ينتظر الوزير عبود نفسه حلولا في ظل الوضع اللبناني القائم؟ هل تكفي بعض المواقف الموسمية من بعض نواب وزعماء لا يلبثون أن يهدأوا في اعتراضهم إذا ما نفذت طلباتهم ومررت مشاريعهم داخل مجلس الوزراء على طريقة مرق لي تمرق لك؟ مساء الخير معالي الوزير. مساء النور ست غادة. تعودنا عليك يمكن أكثر بالنضال ضد الفساد وضد الغلط وسعيا لتحقيق مصالح بجمعية الصناعيين وعلى مستويات عديدة وبظل مكافحة الفساد. اليوم بعد تجربتك على مدى شهور بالحكومة منشوفك يعني أوقات هيك بتقتحم، شفناك على المطار، اقتحمت المطار إذا جاز التعبير، بدك تعمل إصلاح، بدك تنفذ قوانين، وبترجع بتصطدم بمطرح معين. وحتى رح بلش معك بالسؤال اللي لازم ترد عليه لأنه في التباسات اليوم عند الناس، هل صحيح أنه عندك بنتك بتملك لندن تاكسي أو ما بعرف شو شركة سيارات؟ بالواقع يعني على حسب أحد اللي صرحوا بالأخبار، بنتي طالبة بجامعة مانشستر بتدرس سايكولوجي، علم نفس وفلسفة، بتجي على لبنان يمكن سنة الماضية سنة 2010 اجت على لبنان 4 أو 5 أيام، يعني لسوء حظي أنا أولادي خلقوا ببريطانيا وعايشين ببريطانيا. لا لسوء حظك؟ لسوء حظي طبعا، طبعا لسوء حظي، لأنه كنت أتمنى أنه يربوا هون، بس في فترة أنا كنت بعيد عن لبنان ومرتي أجنبية. لا علاقة لبنتي بأي شيء، ولا حدا من عائلتك، ولا حدا من عائلتي أساسا. بنتي مش فايتة على وزارة السياحة، ما بتعرف وين وزارة السياحة، وأنا عائلتي خيي أختي مش نازلين. طب ليه الإشاعات عم طول الوزير عبود؟ يعني أكثر من مرة شفنا إشاعات. لأنه أنت بتعرف غدا، يعني محاربة الفساد تعتبر عند البعض
انه عم بدق لي بلقمه عيشي. خاصه هذا الموضوع بالذات يمكن انا اكثر مطرح شفت حالي فشلت بهالموضوع، اني ما قدرت انعت سائقين السيارات العموميه على المطار انه في طريقه افضل، في طريقه بتطلع مصاري اكثر، في طريقه شفافه وشريفه تقدروا تشتغلوا على المطار وتضعفوا مدخولكم بالمطار بطريقه مش بالقوه انه انتم بكون تفرضوا تعرفي مثلا مرتين او ثلاث مرات اكثر من تعرفه الشركات الثانيه المستعدين يخدموا المطار. وهيدي الطريقه غلط. ويعني وصلنا اخر شيء ليش بعدين اذا انتبهتي بالمؤتمر الصحافي اللي عملناه مرينا مرور الكرام على هذا الموضوع. بس اللي كمان يعني المؤسف انه انا حطيت شرطه سياحيه على المطار اول شيء تتمنع هودي اللي كانوا فاتحين دكاكين تاكسيات جوا يلقطوا العالم غير تاكسي المطار. بعدين قال لهم بتروحوا على تاكسي المطار وبتكتبوا له للسائح مثلا نازل على بيروت تنقول التعرفه 25 دولار بتكتبوا له 25 دولار. صاروا يقولوا له شوفريت التاكسي للسائح هاي 25 دولار ضريبه للسياحه لانه مكتوب وزاره السياحه هذا ضريبه للسياحه بدك تدفع 25 تانية اللي هي اجرتنا لانه هيدي ال 25 ضريبه للسياحه. بالواقع اعتبر بعض سائقين خلينا نكون واضحين يعني في كثير من السائقين على المطار جماعه شرفاء وبدوا يطالعوا خبزهم بعرق جبينهم. بعض السائقين اعتبروا انه انا بدي اشيل ناس وحط ناس ولندن تاكسي طبعا نحن حاطين يافطة للندن تاكسي ونحن بنوزع كتالوجات او بروشور هالبروشور فيه نمبر شي 20 شركة تاكسي ممكن انها تخدم لانه بتعرفي اذا بتطلب شركة تاكسي تجي بتاخدك على المطار بعشرين الف ليرة اما اذا بك تاخدي تاكسي المطار عنا قصص 60 دولار 50 دولار 100 دولار عنا قصص بياخدوا على طرابلس بينزلوا على الدورة بيبيعوا للسياح بيبيعوا بتطلعوا بسيرفيس من تبع طرابلس بيقولوا انتزع السيارة. طب مين لمين لندن تاكسي ليه ما طلعوا بيان؟ طلعوا بيان ولا طلعوا بيان على على طلعوا بيان طلعوا بيان الشركة ما بعرف حتى اسمها الفجر او شيء شفتها على انه لا علاقة لبنتي او يعني موضوع مختلق ما له اي علاقة بالحقيقة. بس المهم بهذا الموضوع لانه عم نحكي نحن يعني انا ماني مقتنع انه بس انا بدي بالقوة لا بدي بالقوة وبالقوانين افرض على شوفرية التاكسي بالمطار يعني. ايه طبعا يعني اذا ما كان في اقناع عند الشعب وين مشكلتنا مع الاصلاح؟ بس ليه ما انت ما حاولت بالاقناع؟ عدة مرات بعدة اجتماعات واليوم كمان كان في اجتماع لاحد مسؤولي احد النقابات عندي المشكلة انه انا حاسس حالي فشلت لانه اذا ما كان في قناعة عند الشعب غدا انه نحن بدنا الاصلاح ونحن حقيقة قادرين انه انا بأكد لك انا رجل اعمال معلم ما بتلاقي انه هن كمان محميين من حدا عم بيأمن لهم وجودهم وهالحدا كمان هو بيقبض منهم نعم. يعني خلينا نكون صريحين ما الفساد هي مافيا مش بشكلها صحيح. على صعيد افراد صحيح. الافراد بشكلها رأس مافيا صحيح. او رأس صحيح. يعني اللي بده يغض النظر عفوا بس تكفي سؤال الكل يعني سألوا انه كيف بيقدر الوزير عبود يروح يقتحم المطار اللي بمطرح ما حدا قادر يقتحمه بده يقتحمه بشرطة سياحية بالوقت اللي في محاذير كتير حول موضوع المطار بشكل عام وبالوقت اللي معروف انه بتوزيع الحصص هالمطار هيدا هو للفريق السياسي حليف الوزير عبود. يعني كان في نوع من تسائل انه قديش عنده جرأة الوزير تجاوزت حدود المعقول يعني ببلد مثل لبنان. خليني اقول لك الفريق السياسي بتعرفي انا بحكي الامور مثل ما مزبوط. هي ان كان فريق الرئيس بري حركة امل نعم او حزب الله او حزب نعم. الله انا باول زيارة عملتها كوزير كنت عند الرئيس بري ومن المواضيع اللي حكيتها مع الرئيس بري موضوع المطار. وإذا بأكد لك أنا أنه الرئيس بري والحزب منزعجين أكثر مني ومنك من اللي عم بيصير على المطار